بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية في ضيافة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا دكتور بكم أستاذ أحمد الله. جزاك الله خيرا. أستاذي الكريم، في حلقات سابقة كنا قد تحدثنا عن علاقة الأخلاق بالتكليف، وأن من مقومات التكليف أمورا عدة، وذكرنا منها مقوم الكون ومقوم العقل، ووعدتمونا في أن نتحدث في هذه الحلقة عن مقوم آخر جديد، ألا وهو مقوم الفطرة. نعم. والفطرة قال الله عز وجل عنها في محكم تنزيله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انطلاقا من هذه الآية وانطلاقا من موضوع حلقتنا اليوم، حبذا لو نسمع منكم تفسيرا لحقيقة الفطرة ومعناها، فتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما رفع السماوات وضع الموازين، قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. فكما أن العقل ميزان، الفطرة ميزان آخر. نحن بالعقل نتعرف إلى الله، بينما بالفطرة نعرف أخطاءنا. الفطرة مقياس نفسي، جبلة، هذه الجبلة تكشف لك الخطأ ذاتياً من دون أن تتلقى توجيهاً آخر. يعرف الإنسان من ذاته ما إذا كان قد أخطأ أو أصاب، كما تفضلت قبل قليل في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والحقيقة أن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وسوف أركز على صفة لكل كلمة، خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: الفطرة السليمة، أي أن جبلة الإنسان كما خلقه الله متوافقة مع منهج الله، فالإنسان يكتشف أنه أخطأ، أو أنه تجاوز حده، أو أنه أخذ ما لا ينبغي، أو أنه أساء إلى إنسان آخر. كل أخطاء الإنسان تكشف ذاتياً من خلال فطرته، ففطرته مشعر ذاتي، ميزان نفسي، جبلة خصصها الله بكشف الخطأ الذاتي. هناك آلات كثيرة حديثة تكشف لك الخطأ ذاتياً، إن كان هناك خطأ يظهر على الشاشة. هناك آلات قديمة تبحث أنت عن الخطأ، فالإنسان كصنعة متقنة من صنع الله عز وجل، فخصص الإنسان بآلية بالغة التعقيد، بحيث أنه إذا أخطأ يعرف أنه أخطأ معرفة ذاتية فطرية من دون توجيه آخر. إذاً خط العقل الصريح مع خط الفطرة السليمة مع خط الواقع الموضوعي مع خط النقل الصحيح. قلت النقل الصحيح لأن هناك نقلاً غير صحيح، نقل ضعيف الإسناد،
موضوع، وقلت العقل الصريح لأن هناك عقلاً تبريرياً ساقطاً في ميزان المعرفة، وقلت الواقع الموضوعي لأن هناك واقعاً مزوراً، وقلت الفطرة السليمة لأن الإنسان إذا مارس الخطأ وبالغ به بعد حين تنطمس فطرته، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الفطرة مقياس، والله عز وجل رحمة بنا زودنا بمقياس، بمعنى أن الإنسان إذا عاش في الغابة ولم يتلقى أي توجيه ولا رسالة ولا علم، لو أنه يعيش مع أمه وكانا جائعين فأكل وحده ولم يطعم أمه، يشعر أنه أخطأ بدافع من فطرته. فهذه الفطرة من أدق يعني وسائل كشف الخطأ والتصحيح. طيب دكتور، عفوا، لو أن هذا الإنسان الذي يعيش في الغابة قلنا له يجب عليك أن تعرف أن لهذا الكون إلهاً وخالقاً، فهل قولنا هذا صحيح؟ العقل الذي أودعه الله فيه كاف لمعرفة ربه، يدله على الله، والفطرة التي جبل عليها كافية لمعرفة خطائه. لذلك الإنسان يحاسب يوم القيامة إذا لم تصله رسالات الأنبياء، لا يحاسب على تفاصيل الشريعة بل يحاسب على عقل كان كافياً لمعرفة ربه وعلى فطرة كانت كافية لمعرفة خطائه. هل من الممكن أن نقول إن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ بعض العلماء قالوا الرسول هو العقل. نعم. طيب دكتور، نعود إلى الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا المقطع من الآية يستدعينا لسؤال، هل هناك علاقة ما بين الفطرة وما بين المنهج الإلهي بما أنه قال فطرة الله؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال لا بد من التنويه أن الفطرة لا تعني الكمال. فلان يحب الرحمة لا تعني أنه رحيم، فلان يحب العدل لا تعني أنه عادل، فلان يحب اللطف لا تعني أنه لطيف. فرق كبير بين أن تحب الكمال وبين أن تكون كاملاً. ففطرة الله أن كل مخلوق خلقه الله عز وجل تتوق نفسه إلى الكمال، يطمح إليه، فإما أن يكون كاملاً فيصطلح مع نفسه أو ألا يكون كذلك فهو في حرب مع نفسه. فالفطرة لا تعني الكمال ولكن تعني حب الكمال. لذلك الأناس المنحرفون لو أخذوا ما ليس لهم يقتسمون هذا المال الحرام وفق فطرهم بالعدل. فالفطرة لا تعني أن الإنسان كامل لكن تعني أنه يحب الكمال، ولأنه يحب الكمال يكشف خطأه، فكشف الخطأ خطوة لا بد منها لإصلاحه. فكأن الله سبحانه وتعالى زودنا بطريقة رائعة ذاتية تكشف لنا أخطاءنا. لذلك الألم الذي يعتور الإنسان بعد كشف خطائه لعله يحثه على ملازمة الصواب. هل هذا هو ما يمكن أن نطلق عليه بأنه النفس اللوامة؟ والله يمكن أن نسميه النفس اللوامة، أو أن نسميه الشعور بالذنب، أو أن نسميه الإحساس بالكآبة، هي كلها أسماء لمسمى واحد، الإنسان إذا خالف فطرته يشعر أنه أخطأ. دكتور، مسألة أن الشعور بالذنب أو النفس اللوامة أو الشعور بالكآبة يستدعينا لسؤال جديد، ألا وهو أن كثيراً من الناس يهيمون على وجوههم في المعاصي حتى نرى أن البصيرة عندهم قد انطمست والعياذ بالله، ثم بعد ذلك نرى أنهم يعانون من كآبة داخلية، فهل الكآبة اليوم باتت مرضاً في هذا العصر نتيجة البعد عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها؟ لكنك سألتني سؤال قبل قليل عن علاقة الفطرة بالمنهج الإلهي. لا بد من أن أجيب عن هذا أولاً، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان منهجاً، يعني أعطاه نظاماً لحركته، افعل ولا تفعل، فهذا النظام لحركته
يتوافق توافقاً تاماً مع فطرته، بمعنى أنه لأن الله أمره أن يكون منصفاً فطرته برمجت وولفت وجبلت على حب الإنصاف، فمعك أمر أن تكون منصفاً ومعك جبلة تدعوك إلى الإنصاف. فهذا التوافق العجيب، توافق تام. أحياناً نأتي بخارطة نافرة يعني مجسمة، نضع لها إطار ونصب فوقها الجبصين السائل، بعد أن يجف جبصين يكون معنا قالب مطابق تماماً على مستوى أعشار الميلي للخريطة. تمام. أنا أرى أن المجسم هو الشرع والمنهج الإلهي، وأن القالب هو الفطرة، يعني أي أمر إلهي نفسك تواقة إليه، وأي نهي إلهي نفسك تبتعد عنه. نعم. وهذا معنى قوله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هي قضايا دقيقة جداً. أنا كنت أطمح أن يعني يكون هناك ما يسمى بعلم النفس الإسلامي، فالإنسان حينما يخطئ يعلم أنه أخطأ بدافع من فطرته. إذن العلاقة بين الفطرة وبين المنهج الإلهي علاقة تامة جداً، بمعنى أن كل أمر أمرك الله به أنت فطرت على رغبتك في تطبيق هذا الأمر، وأي نهي نهاك الله عنه أنت فطرت على اجتناب هذا النهي. والآية كما قلت قبل قليل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. توافق الفطرة مع المنهج توافق تام. لهذا قال الإسلام دين الفطرة. الإنسان إما أن يرجع إلى النصوص ليرى ما إذا كان على صواب أو على خطأ، أو أن يكون صافياً يرجع إلى فطرته. وهذا من توجيهات النبي استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، بمعنى لو أن إنسان في جيبه الأيمن جهاز لكشف العملة المزورة، جهاز إلكتروني، وفي جيبه اليسرى نشرة بأرقام الأوراق النقدية المزورة، نتائج الجهاز وكشوفات الأوراق متشابهة تماماً. ستعطينا تطابق. أنا حينما أتسلم عملة أجنبية إما أن أستخدم الجهاز فأضع العملة عليه هناك لون معين يكشف لي ما إذا كان مزوراً، وإما أن أسأل الورقة هل هذا الرقم مزور، فأنا معي نشرة هي المنهج ومعي جهاز هو الفطرة. نعم. فلو استخدمت أحد الطريقتين النتيجة واحدة. نعم. فإما أن أسأل الشرع ما حكم هذا العمل يقال حرام، إما أن أكون صافياً ولم تنطمس فطرتي بعد فأصغي إلى نداء قلبي فأشعر أنني سأخطئ. نعم. لذلك استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. نعم. هذا يذكرنا بقول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والسؤال هنا فضيلة أستاذنا، الله عز وجل عندما استعمل قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، كيف يلهم الله عز وجل النفس الفجور والتقوى وهما ضدين متناقضين؟ والأصل أننا نعرف أن الله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير. نعم، بارك الله بك على هذا السؤال، السؤال دقيق وخطير. أنا أتمنى من كل أعماقي أن لا نفهم الآية على ما قد تفهم عليه من على ظاهرها من قبل ضعيفي الفهم. نعم. يعني لا يمكن ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يدفع الله جل جلاله عبده إلى الفجور. حاشا لله. هنا ألهمها فجورها أي أنه ألهمها إذا فجرت أنها فجرت. نعم. يعني هي تكشف فجورها ذاتياً. نعم. لا معنى، ليس معنى هذه الآية أنه خلق فيها الفجور. نعم. معاذ الله. نعم. حاشا لله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الإنسان مخير،
ولأنه مخير كل شيء حيادي، فإذا فجر يكشف ذاتياً من دون توجيه خارجي أنه فجر. إذا فجر يشعر بالضيق، بالكآبة، تعذبه نفسه، يشعر بالذنب. هذا كله بسبب أن فطرة الإنسان متوافقة توافقاً تاماً مع منهج الرحمن. نعم. هذه دكتور الفطرة التي تحدثتم عنها، لكن هل هناك من علاقة بين الفطرة وبين الصبغة التي استعمل الله عز وجل لفظتها صبغة الله؟ أستاذ أحمد، الإنسان قبل أن يتصل بالله مزود بفطرة تكشف له الخطأ، لكن لو أنه تعرف إلى الله وأقبل عليه وأطاعه واصطلح معه واتصلت نفسه بالله تأتي الصبغة. نعم. يعني أنت حينما تتصل بالرحيم تكون رحيماً. نعم. حينما تتصل بالحليم تكون حليماً. حينما تتصل بالعدل تكون منصفاً. نعم. فكل إنسان أقبل على الله واشتق منه الكمال نقول عندئذ أضاف إلى فطرته الصبغة. نعم. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالصبغة شيء والفطرة شيء آخر، لكن الصبغة أعم. الصبغة تعني أنك كامل. نعم. تعني أنك رحيم. نعم. تعني أنك منصف، تعني أنك وقاف عند الحدود. نعم. أما الفطرة تعني أنك تتمنى، لكن بالمناسبة الله عز وجل لا يتعامل أبداً مع التمنيات. نعم. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأهداف الكبرى تحتاج إلى عمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أما التمنيات كما يقال بضائع الحمقى. نعم. كل إنسان يتمنى، لذلك أنا أقول ما أنت فيه صدقك. نعم. وما لست فيه تمنياتك. نعم. الذي وصلت إليه هذا بسبب صدقك في الطلب وهو المقياس الحقيقي. أما الذي لم تصل إليه هو تمنيات لم تبذل من أجلها جهداً. نعم. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. نعم. أنا أذكر مرة أن رجلاً من صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهر وعاد بشهادة وألقى خطبة في مسجد القرية. نعم. الأب حضر الخطبة وبكى بكاءً شديداً، فهم الناس بكاءه فرحاً بابنه. نعم. الحقيقة ليس كذلك، بكى بكاءً شديداً أسفاً على ضياع عمره في الجهل. سبحان الله. هذا الألم الشديد دفعه إلى أن يركب دابته وينطلق إلى القاهرة من صعيد مصر، بقي أسابيع. نعم. بل بعض الشهور. وصل إلى القاهرة، سأل عن الأزعر. الأزعر غير. أي أزعر هذا؟ ويقصد الأزهر. نعم. أوصلوه إليه وبدأ بتعلم القراءة والكتابة في 55 من عمره. ما شاء الله. ثم تعلم القرآن، ثم تابع العلوم، وما مات إلا شيخ الأزهر. ما شاء الله. مات في 96. فبالمناسبة الإنسان إما أن يكون صادقاً. نعم. وإما أن يكون متمنياً. نعم. الفطرة تقف عند التمني. نعم. أما الصبغة نتيجة الصدق. تمام. تصدق في طلب الحقيقة، تصدق في مكارم الأخلاق، تتصل بالله، تشتقها من الله عز وجل، تكون مصطبغاً بالكمال الإلهي. نعم. فالعلاقة بين الفطرة والصبغة علاقة دقيقة. الفطرة أن تحب الكمال، لكن الصبغة أن تكون كاملاً. نعم. الفطرة أن تحب الإنصاف، لكن الصبغة أن تكون منصفاً. نعم. دكتور، قول الله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وفي آية أخرى يقول المولى جل في علاه لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. الوسع هو الطاقة، أما ما آتاها فما معناها؟ الحقيقة الوهم الكبير أن كل إنسان يتوهم وسعاً له. نعم.
هذا الخطأ الكبير الناتج عن أن كل إنسان يخترع وسعاً له يقول هذا فوق طاقتي، لكن النقطة الدقيقة جداً أن الوسع الذي وهبك الله إياه يقدره الله عز وجل، أما أن أخترع أنا مقياساً لوسعي فأتجاوز بعض ما ينبغي أن أفعله بدعوى أن هذا فوق طاقتي، هذا غير صحيح إطلاقاً. الله عز وجل سمح للمسافر أن يفطر، سمح للمسافر أن يقصر من الصلاة، فهذا الوسع بتقدير الله عز وجل، لكن ما آتاها في مجال الأعمال الصالحة. يعني إنسان آتاه الله طلاقة لسان، هذه الطلاقة بما وظفها؟ في إقناع الناس بالحق أم إقناعهم بالباطل؟ آتاه مالاً، ماذا فعل بهذا المال؟ أنفقه في إطعام الجياع والفقراء والمساكين، أم أسرف وفي حل مشكلات الأمة، أم في متعه الرخيصة؟ أعطاه الله جاهاً، هل استخدم الجاه في إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ أم استخدم الجاه من أجل أن يأخذ ما ليس له وأن يذل من حوله؟ يعني الذي آتاك الله إياه هو امتحانك مع الله. الإنسان في الدنيا ممتحن، ممتحن في شيئين، فيما أعطاه الله وفيما زواه عنه. لذلك من أدق الأدعية: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. ألم يقل الله عز وجل: إنا كنا مبتلين؟ الإنسان مبتلى فيما آتاه، مبتلى فيما زوى عنه. هذا يقودنا إلى أن لكل إنسان فضلاً عن العبادات التي جاءت في ثنيات التشريع، هناك عبادة خاصة بكل إنسان. فالقوي مثلاً عبادته الأولى إحقاق الحق، والغني عبادته الأولى إنفاق المال، والعالم عبادته الأولى تعليم العلم، والمرأة عبادتها الأولى رعاية الزوج والأولاد. فالذي آتاك الله إياه ينبغي أن يكون متميزاً في الإنفاق منه. ألم يقل الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آتاها المال، آتاها العلم. كيف يعني لذلك لا يقبل من الغني أن يمضي طوال الليل بالاستغفار ولا يدفع شيئا. نقول له: أنت عبادتك الأولى إنفاق المال. فكل إنسان بحسب هويته مكلف أن ينفق مما آتاه الله. وكلمة ينفق واسعة جداً، يمكن أن تنفق من جاهك أو من وقتك أو من جهدك أو من مالك. على كل، الحياة علة وجودنا فيها العمل الصالح، والدليل أن الإنسان حينما يأتيه أجله يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. فعلة وجودنا بعد الإيمان بالله العمل الصالح. هذه الآيات استعرضناها فضيلة الدكتور التي تتحدث عن الفطرة، فهل هناك من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدلنا أيضاً على مفهوم الفطرة؟ الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني هو الحق لا يستحيا به، لا تخجل منه، لا يحتاج إلى أن تضخمه، لا يحتاج إلى أن تقلل من شأن خصومه. الحق يعلن على الملأ، يقال في رابعة النهار. الحق هو الله عز وجل، أما الباطل تستحي به. هل ترى أحداً يغش الحليب بمزقه بالماء أمام الناس؟ يتخفى. لذلك البر ما اطمأنت إليه النفس، من أحد مقاييس البر ما اطمأنت إليه النفس. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهل هذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة؟ طبعاً. يعني المولود، أي مولود من أي جنس، من أي، في أي مكان، في أي زمان، يولد على حب الخير. هذه الفطرة، لكن بيئته أحياناً تسوقه إلى هذه الجهة
أو إلى هذه الجهة. لكن لو عاد إلى فطرته، هلا كم إنسان تاب وهو غارق في المعاصي والآثام؟ لماذا تاب؟ عاد إلى فطرته. أحياناً الإنسان بيكون قوي ولا أحد يعترض عليه، يعود إلى فطرته فتنهاه فطرته عن أن يتابع عمله السيء. فالفطرة مقياس دقيق جداً، لكن المشكلة أن الفطر أحياناً تنطمس متابعة الخطأ، كما لو أن صفحة بيضاء أي أثر يكتب عليها يظهر. فإذا امتلأت باللون الأسود نقول انطمست. فنحن نخشى أن يتابع الإنسان الخطأ إلى أن تنطمس فطرته، عندئذ لا يعي على خير. وهل هذا هو ما حدثتمونا عنه من الكآبة، مرض الكآبة؟ الحقيقة أن مرض العصر هو الكآبة، بدليل أن الإنسان تفلت من منهج الله. أستاذ أحمد، السيارة لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. لماذا وضع فيها مكابح؟ المكبح في فلسفته يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضمان لسلامتها. كذلك الكآبة التي تحصل من انحراف يصيب الإنسان، هذه الكآبة لعلها ترجعه إلى الصواب. تصور أستاذ أحمد، لو أن الإنسان فطرته ليست وفق منهج الله، يرتكب كل المعاصي والآثام دون أن يشعر بشيء إطلاقاً، يرتكب كل المعاصي والآثام ويعتدي ويأخذ ما ليس له ويتفنن في إيذاء الناس وينام ناعم البال. لذلك في بعض الفنادق بألمانيا كتب على أسرتها: إن لم تنم فالعلة ليست في فروشنا، إنها وسيرة، ولكن العلة في ذنوبك. فالإنسان إذا أصغى إلى صوت فطرته قد يراجع نفسه. سيدنا نعيم بن مسعود جاء ليحارب النبي، هو في الخيمة خاطب نفسه، هذا يسمى في علم النفس الحوار الذاتي. قال: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أجئت لتحارب هذا الرجل؟ ماذا فعل؟ أسفك دماً؟ أنهب مالاً؟ أنتهك عرضاً؟ أين عقلك يا نعيم؟ هذه الفطرة. فقام من توه وتوجه إلى معسكر النبي ودخل على النبي الكريم. قال له نعيم؟ قال: نعيم. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت مسلماً. ولا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.